السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري السعودي وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم الأحد 13/3/2022 ختام الجولة 24 من الدوري السعودي. اليوم متابعين الكرام الرائد خسر من الهلال 0-1، أحرز هدف الهلال موسى ماريجا في الدقيقة 89، والشباب فاز خسر من الاتحاد 0-2، أحرز زفاء الاتحاد عبد العزيز البيشي في الدقيقة 45 ورومارينيو في الدقيقة 50. الجولة بدأت يوم الخميس الماضي 10/3/2022، الفتح فاز على أبها 3-0، التعاون تعادل أمام الفيصلي 2-2. أمس أو يوم الجمعة 11/3/2022، الفيحاء فاز على الباطن 1-0، والاتفاق تعادل أمام النصر 2-2. أمس السبت 12/3/2022، الحزم خسر من دمك 0-1، والأهلي فاز على الطائي 3-1. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري السعودي وترتيب الهدافين بعد ختام الجولة 24. متابعين الكرام، تصدر الدوري السعودي في المركز الاول الاتحاد ب 57 نقطة، الهلال المركز الثاني ب 46 نقطة من 22 مباراة، اما الاتحاد لعب 24 مباراة. الشباب في المركز الثالث ب 46 نقطة، النصر المركز الرابع ب 45 نقطة، ضمك المركز الخامس ب 39 نقطة، الفتح المركز السادس ب 31 نقطة، ابها في المركز السابع ب 31 نقطة، الفيحاء المركز الثامن ب 30 نقطة ومؤجل له مباراة، الرائد المركز التاسع ب 29 نقطة، الأهلي المركز العاشر ب 28 نقطة، الطائي المركز 11 ب 26 نقطة، التعاون المركز 12 ب 25 نقطة، الفيصل المركز 13 ب 25 نقطة، الاتفاق المركز 14 ب 24 نقطة ولهم مباراة مؤجلة، الباطن المركز 15 ب 22 نقطة، والحزم المركز 16 والأخير ب 14 نقطة. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعين الكرام، تصدر الهدافين اودن ايغالو لاعب الهلال المركز الاول ب 16 هدف، المركز الثاني ليندر توامبا لاعب التعاون ب 15 هدف ورومارينو لاعب الاتحاد، والمركز الثالث تاليسكا لاعب النصر ب 14 هدف، والمركز الرابع ايميليو زلاي لاعب دمك ب 12 هدف، والمركز الخامس عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد ب 11 هدف، وكريم البركاوي لاعب الرائد، والمركز السادس موسى ماريجا لاعب الهلال ب 10 اهداف. خلينا نتعرف على ترتيب صناعه الاهداف. متصدر صناعة الأهداف متابعين الكرام في المركز الأول ماتيوس بيريرا لاعب الهلال ب10 أهداف، المركز الثاني تختيستايز لاعب الفيحاء ب9 أهداف، والمركز الثالث إيجور كورونادو لاعب الاتحاد ب8 أهداف، والمركز الرابع صالح الجمعان لاعب أبها ب7 أهداف. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.